تتجه الأنظار صوب شاطئ فوم البوير بمدينة الداخلة، والمناسبة احتضانها لبطولة العالم للكايت سيرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن 2022. رياح مناسبة لهذا النوع من الرياضة، أمواج، حسن الضيافة وتنظيم محكم، معطيات تساهم في إنجاح هذا الحدث العالمي. هذا العام عندنا تقريبا 54 مشارك اللي من مختلف الدول، افريقيا الجنوبيه، استراليا، امريكا، فرنسا، اسبانيا، الكاب فيغ وبعد دول اخرين، وكاين مشاركه ل 14 المغاربه. هذه هي المره الرابعه التي اخوض فيها المنافسه هنا في الداخل. انها في الحقيقه واحده من افضل الاماكن حول العالم، والأجواء جيدة للغاية. أنا سعيد جدا بتواجدي هنا. هذه البطولة الدولية عرفت تأهل أشرف بن تاجر ورضا الفضالي إلى السبورة النهائية، اللذين تمكنا بذلك من الظفر بتذكرة المشاركة في بطولة العالم. التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ينتظر أن تشهد منافسة بين أفضل الأسماء الدولية اللامعة في رياضة الكايت سيرف. هذه هي المرة الثانية التي أشارك فيها هنا بالداخلة. التنظيم رائع جدا، أنا جد متحمسة للمنافسة. هذا المكان رائع جدا، الجميع لطفاء، الطعام رائع وكذلك الأمواج. أنا متحمس لبدء المنافسة وجاهز لتقديم أفضل ما لدي. ويشارك في منافسات هذا الحدث الرياضي حوالي 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة.